التعليم، وهي التربية والتعليم كما كان نسماها زمان ونحن طلبة وتلاميذ، وزارة التربية والتعليم. المعلم حقيقة الأمر هو أساس كل إصلاح، فإن صلح التعليم صلح كل شيء في مصر. عندما نجد أن أمريكا النهاردة كتب للمرة الثانية، كان في عهد ريغان طلعوا تقرير عن التعليم في أمريكا إن أمريكا في خطر، وأعيد الآن ليراجعوا النظم التعليمية ويحذروا وينذروا إنذارا مبكرا. قد يكون هذا الخطر بعد 50 سنة في أمريكا، لكن وجب أن ينذروا أن أمة في خطر. كان التقرير الأول كان اسمه أمة في خطر عشان تراجع التعليم في الولايات المتحدة. طبعا وجهة نظر من وضع هذا التقرير، النظر إلى التعليم في مصر، لا نستطيع أن نقول أن الناس في خطر. إذا كنا نريد نقاوم الإرهاب فهو التربية والتعليم، نقاوم التطرف فهو التربية والتعليم، نخدم مواطن صالح قادر على العطاء منتميا لوطنه، قادر على إحداث النهضة الحقيقية والتنمية الحقيقية، فهو التربية والتعليم. من ثم ومن هنا فإن المعلم هو أساس أي بناء، وهو موضع الأمل والرجاء في النهضة الكبرى التي ننتظرها جميعا، في بناء مصر الكبرى التي ننتظرها جميعا. خالص الشكر لحضراتكم على ما قدمتموه للوفد ولأبناء مصر من خلال صحيفة الوفد ودوامتها الإلكترونية، من جهد متطوع مشكور لله ولخدمة أبناء هذا الوطن. كلنا أمل في معلمي مصر، وجميعا نعلم أن الظلم وقع على المعلم، الظلم الذي وقع على المعلم والمستوى للأسف الذي وصل إليه المعلم معنويا وماديا واجتماعيا واقتصاديا، لا يمكن أن يكون هذا هو المعلم أبدا الذي اعتدناه، والذي كنا نتمنى في صغرنا جميعا أن القدوة لكل واحد فينا المعلم بتاعه. قدوة لينا كان الأستاذ أو المدرسة. أنا والله أذكر مدرستي في مدرسة الابتدائي أبلة فاطمة حتى الآن، وأتعلم وأتذكر كلماتها حتى الآن. أذكر مدرس اللغة العربية في مدرسة ابتدائية الشيخ الشعراوي، كان اسمه الشيخ محمد شعراوي معمم، وأذكر كلماته. أذكر مدرس التربية الرياضية، كان اسمه الأستاذ خليل، مدرس الألعاب في حصة الألعاب، أذكره كما أذكره كما من عمر، شوف قد إيه أذكره حتى الآن. أذكر مدرس التربية الفنية الأستاذ أحمد البنان، والذي رعاني فنيا لأنني كنت ولا زلت الحمد لله رسام يعني، فكان يرعاني ورعى موهبتي، لا زلت أذكره حتى الآن. هذا هو المعلم الذي بنى أجيالا قادت مصر في مراحل مهمة جدا، ولا زال لديه القدرة على إعادة إخراج أجيال جديدة تبني مصر. نعيد له اعتباره المعنوي، نعيد له احترامه من التلاميذ، نعيد له الهيبة التي كانت موجودة. لو سقطت هيبة المعلم أمام تلاميذه هذه كارثة، لن يكون هناك تعليم في مصر إلا إذا حافظنا على كرامة المعلم وهيبته واحترام تلاميذه لهذا المعلم المصري حتى نعيد الاعتبار للعملية التعليمية. وأعتقد أن رئيس الدولة في آخر أو في خطابه قبل الأخير أشار إلى هذه الجزئية ودافع عن المعلم، لأنه يعلم أن المعلم ظلم. ومن يتحدثون عن الدروس الخصوصية، إحنا عندنا كم ألف معلم، مين بيدي دروس خصوصية من الكم ألف، أو مين اللي بيتكلموا على الحصة من معرفش كم جنيه والكلام ده؟ لا يتعدى 1 أو 2% على ما أعتقد. ولا الاستاذ سيد عشان يعرف دروس كويس وفيديو كمان. السلام عليكم الاستاذ اسامه الشربيني.
صور كده بص بيت الأستاذ محمد علي حافظ. الأستاذ محمد علي حافظ. الأستاذ محمود نبيوة. الأستاذ عزت إسحاق.